السؤال اللي بينسأل عطول للتيار، شو عملته عمدى 5 سنين؟ وقفنا بوجه مشروع صفائة القرن، شحطنا داعش والنصرة، فرضنا موازنات لوقف الهدر والسرقة، قدمنا التدقيق الجنائي، فرضنا قوانين التنقيب عن الغاز والبترول، رفضنا خط هوف وجبرنا الإسرائيلي يفاوض وما يعربد بمياهنا ويسرق ثروتنا، عمرنا سدود، رفضنا دمج النازحين، وبعدنا واقفين بوجه توطين الفلسطينية. فضحنا وفرفطنا المنظومة وعم بتشوفوها عم تتهاوى. قدمنا 78 اقتراح قانون من 2018 و300 من 2005، 3/4 بجواري البري أو جورج عدوان. هالقوانين بيحسنوا حياة المواطن وبيساهموا بمحاربة الفساد ووقف السرقة ومحاسبة المرتكب. كل هول و50% من العهد بلا حكومة، مستهونينن؟ بشرفكن، وكونوا صادقين، كنتوا متوقعين المنظومة تكون هالقد شريرة وشيطانية ومشلشة وقحة وقوية؟ للصراحة نحنا كنا عارفين بس مش هالقد، بس هلأ صرنا نعرفهم كتير منيح، عريناهن وعرفناكن على وجهن الحقيقي. ب15 أيار ما فيكن ما تصوتوا للتيار لنكمل عليهم. 31 سنة ما بينتهوا ب5 سنين نصهم بلا حكومة. حرام من بعد كل اللي نعمل نرجع نعومهم ونريحهم ليكملوا يسرقونا ويبيعوا سيادة وثروات لبنان هن وولادهم. والله حرام. وثقوا بالرئيس وتياره، ما تصدقوا الكذابين والدجالين والحرامية. فكروا فيها.